الفقره الجايه فقره مهمه جدا لكل الاسر اللي هي بتتابعنا ولكل الناس اللي دائما بتحب ان هي تحدث تغيير ايجابي في مجتمعها ودائما بتتجه لجانب الفكر وجانب العلم وجانب الكتابات وجانب حق الدراسات البحثيه اللي هو دائما بيكون مختلف. انت بتشوف ممكن يكون مجتمعك محتاج لشنو عشان ما انت تعرفه من خلال فكرك ومن خلال علمك اللي ربنا حباك به وانت بتحاول انك انت تضيف للناس وبتحاول انك انت توجد ذاك التغيير. سعيدين جدا يكون في المساحه القادمه يكون معنا الاب والمربي الفاضل جدا دكتور عبد المحمود ابو الامين العام لهيئه شؤون الانصار. صباح الخير وصباح السعاده عليك. صباح النور وجمعه سعيده. جمعه سعيده لك ولكل المشاهدين والمشاهدات. الله يكرمك يا رب. احنا بنتكلم الليله عن الدراسات والرسائل البحثيه وطرق الاختيار وانها كيف ممكن تكون هي مفيده للمجتمع اللي بيكون حولك. اكيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. النظام في حياه الانسان من الاشياء المهمه جدا. والإنسان منذ أن ولد ظل يبحث حتى وهو طفل، يبحث للوصول إلى ثدي أمه، يبحث ليتلمس طريقه في الحياة، يبحث ليجد وسائل للغذاء. يعني الحاجة هي اللي تدفع الإنسان للبحث. وبالتالي عندما نواجه أي مشكلة من المشاكل سواء كانت مشكلة اجتماعية أو مشكلة اقتصادية أو مشكلة سياسية أنها كانت، الإنسان بيبحث لإيجاد أنجع الطرق للحلول. وتطور الأمر، أصبح الآن في البحث العلمي عنده مناهج وعنده خطوات الإنسان بيتبعها. تطور كمان. أيوة أكيد، لأنه عندما تبحث الأمور وتفكك المشكلة والوحدات الأساسية ثم تعيد تركيبها مرة أخرى بتتضع أمامك الطرق لمعالجة هذه الإشكالية. طيب إحنا للفقرة دي عايزينها تكون كما الفقرة التعليمية، ممكن تكون مليانة جدا بالنصح والإرشادات للطرق السليمة والأساسية اللي إحنا نستند عليها عشان ما نقدر نعمل هو زي ما قلنا رسالة ممكن تكون بحثية وتضيف وتوجد تغيير إيجابي للمجتمع. شنو الأشياء اللي لابد أنها تكون متوفرة داخل الرسائل؟ أول حاجة الإنسان لازم يكون الموضوع اللي داير يبحثه، أول حاجة يكون هو عنده إلمام المام ولو بالقضايا الكلية فيه. الحاجة الثانية يكون يحب البحث، لأنه الموضوع الإنسان إذا ما حباه ما بيقدر يجود فيه. ثم عنده الصبر، لأنه البحث يحتاج إلى صبر. مرات أنت في البداية قد تظهر أمامك قضايا كثيرة تظن أنها حقيقة، لكن بالتمحيص والتدقيق والبحث تلقى أنت والله كنت متوهم. فالصبر مطلوب في القضايا البحثية. ثم الموضوعية، يعني الإنسان ما يدخل عواطفه ولا يدخل حياته الخاصة في قضايا البحث، ويلتزم بالمنهج الموجود ويكون هدفه هو الوصول للحقيقة. يعني حاجة حتى لو تعارضت مع قناعاته ولا والقضايا التي هو يؤمن بها، في النهاية يبرز هذه الحقيقة. فهذه كلها خطوات مطلوبة للبحث، ونحن اعتبارنا أمة مسلمة خاتمة. القرآن حثنا على ذلك، ولا تقف ما ليس لك به علم. يعني أنا ما أتكلم في حاجة ما كنت عارفة وتقول الله أعلم. يعني علماء الزمان واحد يسأله 40 سؤال ما يجاوب، يقول الله أعلم الله أعلم. يكون من أكبر العلماء زي الإمام مالك، يجيب على 3 ويترك الباقي أو يحول لغيره، الإنسان هو أعلم منه. فدي واحدة من الأشياء المهمة. أيضا في ناس قد يكون مظهرهم زي ما المظهر يكون خادع في الـ في الـ في, الـ في الأشخاص، بيكون خادع ايضا في المعلومات. نعم. في معلومات معينه تظنها انها هي الحقيقه، لكن بالتمحيص تلقى لا والله دي ظاهره وراءها في اشياء اكثر كذا. عشان كده الواحد دائما يميل ويلتزم بالمنهج اللي وضعه ويكون دقيق في اختياراته. طب يعني دي كلها ممكن تكون حتى بتقودنا للسؤال الخاص بكيفية اختيار بحوث ودراسات نقدر نقول انها هي فعلا بتدي فائدة. يعني ما اي موضوع احنا نقدر نختاره عشان ما نقدر نبحث فيه وندرسه ونضيف عليه كمان اضافات. زمان الانسان هو اللي بيختار موضوع بحثه بناء لقناعاته ومعلوماته اللي توفرت له. ثم يتعاون مع المشرف عليه سواء كان أستاذ، يقول له والله دي مواضيع ممكن تختار فيها، لأنه المشرف قد يكون الإنسان أخذ كورسات عنده دراسة، فعرف الإنسان القدامه ده اهتماماته شنو وقدراته وين، يقول له والله أحسن تكتب في الموضوع ده. ثم تطورت الأمور، أصبحت في مراكز سواء كان في الجامعات أو المؤسسات الأكاديمية، مراكز بتقوم عندها خبراء بيدرسوا الظواهر كلها وبيقدموا قائمة بالمواضيع التي يمكن أن يبحث فيها الإنسان. ثم الآن نحن طبعا في عصر العولمة بقت الحكاية أكبر. يعني الآن زمان في أزمة معلومة، الآن في أزمة ضخ المعلومات بصورة كبيرة جدا. فبتبقى حسب المجال بتاع الاختصاص والاهتمام، الإنسان بيلقى قدامه قائمة
ويختار ما يتناسب مع قدراته واهتماماته والمكان اللي والموضوع اللي هو عنده أصلا فيه باع يقدر يكتب فيه إن شاء الله. طب يعني اللي احنا ذكرناه ده كله ممكن عندنا مشكلة تكون متواجدة في السودان، يعني أغلبية الدراسات والبحثية اللي احنا بنوصل لها بتكون موضوعة في المكتبات وخلاص، بتبقى ممكن كمرجعية لو حد إن هو محتاج إنه يكتب في نفس الموضوع أو محتاج كمان منه معلومات. احنا عايزينها هي تبقى مطبقة فعلا، يعني الواحد لما يستند على حالة نشوفها على أرض الواقع. دي واحدة من المشكلات الكبيرة. أيوة. مشكلات كبيرة جدا الآن، مكتبات في الجامعات تلقاها كلها مغبرة، يمكن يكون سنوات ما في إنسان دخل فيها. للأسف عندنا هنا دار الوثائق دي من أهم الدور اللي فيها وثائق عبر التاريخ، فيها مئات الملايين أو من الوثائق الموجودة، لكن ما في اهتمام بزيارة الوثائق. يعني ممكن تزور دار الوثائق وهي مصنفة ومقسمة وحسب الموضوع ده تكتب فيه وبتلقى الأشياء دي، فدي كلها ما عندنا. فأنا أفتكر آن الأوان، نحن الآن في عالم ما عالم فوضوي، عالم فيه تنظيم وتقسيم الأدوار وكذا. فبالتالي نصيحتنا لينا كلنا كطلاب علم ومهتمين، لابد أن نكثر من زيارة المكتبات والقراءة، ثم البحوث التي تقدم إذا كانت بحوث عملية تطبيقية بيكون كويس لو الجامعة المعنية أو المؤسسة عندها إدارة تقوم بتوزيع هذه التوصيات اللي وردت والنتائج للجهات المعنية. وسبحان الله هسه العالم المتقدم ده كله بينفق على البحوث العلمية أكثر مما من غيره، لأنه ما في رئيس دولة بيقدر يجمع المعلومات دي كلها، وخاصة في الدول اللي تمارس فيها الديمقراطية ودولة المؤسسات وكذا، بتكون في مراكز بحثية متخصصة بترفد متخذي القرار بالمعلومات اللي بتساعدهم على اتخاذ القرار الصائب. فنحن الآن نحن في عهد جديد وفي عهد ثورة مش على النظام السياسي فقط، بل على كل المفاهيم البالية التي أدت إلى قعودنا. يعني نحن دولة كل الموارد اللي بتسمح لنا نكون دولة متقدمة متوفرة، الأرض المسطحة، المياه العذبة، المواد الخام، كل الإمكانات موجودة. فكيف الآن نحن نشكو من أزمة خبز ولا نشكو من أزمة مياه عذبة؟ يعني دي كلها بتدل على أنه والله النعمة قدامنا، زي ما قال العربي كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، يعني حاجة موجودة متوفرة. فنحن كيف نخطو نغير في أساليب تفكيرنا؟ وأنا برضو نصيحتي لنفسي ولكل السودانيين حقه ما نهتم نحن بالحديث عن فلان قال وفلان فعل وفلان، يعني دي واحدة من الأشياء اللي ضيعت. يعني هسه وسائل التواصل تدخل فيها، بدل تكون هي وسائل للتواصل، أنا في رأيي هي وسائل للتقاطع، لأنه بينشروا فيها الناس كلام ما عنده معنى، قد يكون كلام مكذوب إشاعة، واحد اللي في قلبه حاجة ينشرها. لا، هي دي مراكز، يعني انت لو تعودت في مكتبات ضخمه موجوده في هذه الخداع اللي انت قبل ذكرته في الشخصيات هو متواجد ده، يعني ده منبعه زي ما بنقول. فحقه نحن نغير تفكيرنا بانه اي خطوه نخطوها تكون فيها فائده، سواء كان فائده لنا شخصيه او فائده للمجتمع او فائده للدوله او فائده في الدار الاخره اللي نحن اصلا بنعمل عشان ننجح ونكون من الفائزين بكره. يا سلام، تكلم عن فتره مهمه جدا، تكلم عن نهضه البلاد، تكلم عن عهد جديد، والسودان لازم يكون هو محمل كده بطموحات الشباب، ومليان جدا بانه الشباب اللي هو قادر ينتج، قادر يضيف، قادر يغير حتى ويضيف ذاك التغيير الايجابي اللي احنا محتاجينه في وطن السودان. ممكن تكون في بحوث ودراسات واحده من الوسائل اللي هي بتساعد نهضه البلاد، شنو ثاني ممكن تكون من الوسائل ممكن يتجه لها الشباب عشان ما ينهضوا ببلادهم؟ والله شوف، فرص كثيره جدا في البلد دي، وفي مجالات كثيره جدا الشباب. انا افتكر انا كان قلت في خطبه جمعه ايام الثوره، يعني دعيت إلى تكوين أو تأسيس جامعة نسميها جامعة الاعتصام. okay. لأنه في الاعتصام ظهرت قيم سودانية كانت مندثرة بصورة أذهلت كل الناس، سواء كان في التكافل الاجتماعي، سواء كان في الأمانة. يعني هسه عبارة لو عندك خط، لو ما عندك شيء، لو ما عندك شيء بحاجة، والناس يعني جاتهم العفة كده، يعني زول ما محتاج حاجة ما بشيلها. التضامن الموجود، هذه القيم دي نحن يمكن نحولها إلى عمل إيجابي. ونحن في السودان عندنا حاجات الأشياء التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني الآن. يعني في السودان عندنا عريقة جدا، في حاجة اسمها الضرة. الضرة دي موجود في الريف، ديوان قاعد في وسط الحي، الضيف بيجي بينزل، أي زول من بيته عنده طعام بيجيبه، عنده شراب بيجيبه، الناس بيتكافلوا في دي. عندنا الفزع، لما تحصل مصيبة الناس كلها تقوم مع بعض عشان تفزع الإنسان المنكوب.
عندنا حاجات كثيرة جدا في السودان يمكن أن نطورها. فأنا بفتكر الشباب الآن فرصة متاحة لهم، لأن الإنسان قيمته بحريته، الإنسان قيمته بكرامته. الآن أنتم يا أهل السودان حريتكم في أيديكم، كرامتكم في أيديكم، فلنوظف هذه الحرية وهذه الكرامة لما يحقق مصالحنا في الدنيا وفي الآخرة. وأي إنسان فينا يعمل له استراتيجية ويضع له برنامج يومي وأسبوعي وشهري، حاجة ما مفيدة ما أدخل فيها، نقاش ما مفيد ما أدخل فيه، مشوار ما بيحقق مكسب فيه تطوير لقدراتك ولا قيمة مضافة لعلمك، ما تضيع وقتك في الحياة دي. لأنه أنت تسأل يوم القيامة عن عمرك أفنيته في شنو، زمنك أفنيته في شنو، مالك أفنيته في شنو. فحقه نحن نوظف ما النعم اللي ربنا أكرمنا بها دي كلها لما يحقق فيه مصلحة لأنفسنا ومصلحة لمجتمعنا ومصلحة للإنسانية ككل. يعني توصيات ورسائل، أنا يعني كنت عني جدا لما قلت الأب والمربي وكل التفاصيل دي، نسبة اللي أي زول بيقعد معك فعلا الوصائل بيطلع من الكلام الجميل اللي هو دايما الواحد بيستند عليه حتى في حياته. خلينا ممكن تكون كم الرسائل بيقدر تماما هو تدعمه في حياته ككل. فشكرا جدا بجد لكل الكلام الجميل اللي أنت ذكرته، لكن عايزين ندي مساحة عن آخر بحث لك وهو بحث الدكتوراه عن فقه التنوع في الشريعة الإسلامية، التطبيق والتأصيل والتطبيق. والله الموضوع ده يعني مرتبط بشخصية الباحث اللي هو العبد الواقع قاعد قدامك ده. صديق الصحابة. لأنه البيئة تربيت فيها بيئة كان فيها تنوع، والد رحمه الله هو الشيخ خلوة، هو زي رمز للمجتمع في منطقته، وبيتنا كان مفتوح بيجونا كل الناس، يعني بينزلوا في البيت ضيوف، بيمثلوا طرق، بيمثلوا جماعات، بيمثلوا حتى ناس أجانب بيجوا من خارج السودان، بيمثلوا ديانات مختلفة. فأنا بلاحظ كل الناس دي الوالد تعامل معهم بأسلوب واحد، يعني ما عنده تمييز لفلان ولا علان، سلم عليهم سلام فيه حرارة، يستقبلهم، يتونس معهم، ما يحرجهم بأي حاجة. فأنا يعني دي أثرت على عقلي الباطني. ثم لما جينا نحن الدراسات وماشيين بنلقى الاختلاف ما بين الطلاب حسب توجهاتهم الفكرية والسياسية، ويكون في نقاش وفي صراع. وعموما مسيرة حياتي كلها أنا زي مهتم بكيف نحن الخلافات الموجودة دي نوظف الطاقات الموجودة فيها لخدمة الإنسانية. نعم. الله أكيد ما خلقنا عشان عبث، وإنما خلقنا وأدى كل زول لون مختلف، أداه ثقافة مختلفة، أداه طريقة مختلفة، أكيد وراء الكلام ده في حكمة. فكان البحث اللي أنا قدمته هو بيتكلم عن فقه التنوع قاصد به كل المظاهر اللي فيها اختلاف بين البشر، سواء كانت في الألوان أو في اللهجات أو في العقائد أو في الثقافات أو في الحضارات. ولذلك البحث هي بتناول الكلام ده، يعني في فصل أول بيتكلم عن تعريف الفقه نفسه هو شنو، وأنا ملت للفقه الواسع، يعني كل ما يؤدي إلى الفهم ويؤدي إلى الاستيعاب هو يعتبر فقه. ثم الخلاف بين الأديان، بين الحضارات، بين كذا، وحاولت أن يتوجه هذا البحث لتحقيق التعايش السلمي بين المختلفين. ولذلك يعني اهتميت اهتمام كبير بالإيجابيات، بما يجمع الناس وليس بما يفرق الناس. ولذلك كان هذا هو عنوان البحث، واللجنة المحكمة اعتبرته بحث متميز، وطالبت بأن تعقد ندوة علمية يحضرها المهتمون من السياسيين والمفكرين والأكاديميين وكل هؤلاء، يقدم هذا البحث بصورة مختصرة لهؤلاء الناس، لأنه ده الموضوع الآن نحن محتاجين له في السودان، محتاجين له في المنطقة كلها. كيف ندير التنوع الموجود بيننا بالحكمة، وكيف نتعايش في ظل هذا الاختلاف الذي وراءه حكمة. يا سلام. دكتور عبد المحمود، أنا عايزة أخذ معك مساحة أخيرة نأخذ توصيات ورسائل لكل الناس اللي هي بتتابعنا الآن. والله التوصية، أنا مهموم طبعا بأمر البلد الآن. أيوة. والبلد الآن بتواجه بعض العقبات والتحديات، لكن ما في عقبة ما عندها حل، ما في مشكلة ما عندها حل. لو نحن صفينا ما بداخلنا وتجردنا عن انتماءاتنا الضيقة، وتجردنا عن الأنانية، وتجردنا عن المحاصصة، وتجردنا عن إرضاء ذاتنا، وبقى هدفنا كله كيف هذا الوطن نتوحد لكي ننتشله من الواقع الذي هو فيه. وحكومتنا قدمت أنه الأولوية الآن لتحقيق السلام، فلنصب جهدنا كله كيف نحقق السلام في داخلنا، سلام جواني، سلام بيننا وبين المجتمع اللي بنعيش فيه، سلام بيننا وبين الإخوة اللي بينهم وبين النظام السابق حقيقة كانت حروب، الآن كلنا نحن في صف واحد. وكيف نوجه هذه الطاقات عشان نحقق السلام لهذا البلد، ثم
كيف ندعم هذه الحكومة في المشروعات التي تؤدي إلى نهضة هذه الأمة. يعني ما ممكن خراب 30 سنة بين يوم وليلة وعشية وضحاها يتم معالجته، لا، هذا الخراب محتاج مننا الحكومة لا تكون معنا صادقة دول يا أخواننا، ما يتكلموا 20 يوم أو 90 يوم نحن بنحقق للناس أهدافهم، لا، يقول يا أخواننا أربطوا الأحزمة وقدامنا 5 سنوات 3 سنوات نصبر عليها، نبذل جهدنا كله كيف ننتشل الوضع من الحال التي فيه ونضعه في المسار الصحيح عشان كلنا نتوافق نؤدي إلى ما يحقق السودان، ثم نقبل نحن في النهاية برأي شعبنا. يعني ما نتهم الشعب السوداني، ده ما شعب جاهل ولا شعب إمعة ولا شعب تابع، يعني في ناس كده عندهم ألفاظ بيقولوا أنا أفتكر ما مناسبة فيها تجهيل للسودانيين، لا، السودانيين ده الواعي جدا. نحن نقدم برامج، هذه البرامج ليست الغرض منها عشان نجمع الناس حولنا، وإنما الغرض منها كيف نطور مجتمعنا. المتلقي ده تكون قدامه في برامج يختار منها الأنفع، والبيختار الأنفع ده نحن كلنا نقف معه عشان نقدر ننهض بهذه البلد إلى بر الأمان. يا سلام، شكرا جزيلا لك دكتور عبد المحمود أبو الأمين العام لهيئة شؤون الإنصار، كنا في حديث معك حول الدراسات والرسائل البحثية وطرق الاختيار بحيث أنها تكون مفيدة للمجتمع. شكرا جزيلا، بتمنى لك أكيد يوم مليان جدا بالصحة والعافية، وحياة كده تكون دائما هي مساحات أكيد متوفرة لك عشان تضيف كل العلم وكل الجديد للسودان. شكرا جزيلا. شكرا لك ولأسرة القناة وللسادة المشاهدين، وإن شاء الله أكون كنت ضيفا خفيفا على الناس، وأن نستطيع كلنا إن شاء الله نهض بلدنا للأمام. وشكرا جزيلا. الله يكرمك يا رب.